مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. مره اخرى هذا السيد بغى يوجه نداء ديالو للمسؤولين، الناس اللي قادرين انهم يعطيو الحق ديالو، حيت هذا السيد ولا كيعيش حاليا ظروف جد صعبه. تخيلوا معايا انه خلص واحد لابارتمون، يعني كان كيقول انه الحمد لله عندي واحد السكن واحد قبر للحياه، حتى كيتفاجئ انه تم نصب عليه، يعني مشى له مشات الدار، مشى فلوس، مشى كل شيء، تيقول ان مافيا العقار هي اللي يعني خدات ليه لابارتمون ديالو. دابا حاليا نهضروا على المعاناه ديالو، كاري بيت، دارو مشات، فلوسو مشاو، وصل لهذا السن وما عندوش فين غادي يسكن. يعني كنتمنى الله يجزيكم بخير انكم بارطاجيو هذا لو لايف باش يوصل للمسؤولين، باش هذا السيد ياخذ الحق ديالو. السيد ما كيطالب والو من غير الحق ديالو. السلام عليكم اسيدي. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو المشكل ديالك؟ كيفاش شريتي هذا لابارتمون؟ شحال خسرتي على هاد الفلوس؟ باش تاخذوا لك لابارتمون؟ عندي ابارتمون انا اورجي حسين. السلام عليكم ورحمة الله، أرجع حسين معكم. أنا صاحب الشقة اللي عندي في المعارف ريزيدونس البيضاء، سميتو اللي ترمى عليها واحد الشخص اللي هو كاين تيمتحن سميتو في القضاء مسؤول سامي. المهم ترمى عليها بأوراق مزورة، النوطير اللي عطى اللي صوب ليه العقد راهو مشدود في الحبس، في قضايا واحدة أخرى. هذا هنايا ها؟ الناس اللي خدوا لك لابارتمون ديالك فين هما؟ اللي خدوا لي لابارتمون، اللي خدا لي لابارتمون هنايا سميتو، هذا اللي الشخص اللي هو خدا لي لابارتمون دخلها ودار شهاده ملي رجعها في سميتو هنايا الي تو بريزون، مشدود دابا مقبوط، والنوطير مشدود راه شي 12 عام هذه باش مشدود. دابا انت حاليا هاد الناس اللي نصبوا عليك خداو لك لابارتمون ديالك، شحال ساوي لابارتمون ديالك؟ 130 مليون. 130 مليون، كنتي خلصتيها؟ لا كانت في الكريدي، باقا في الكريدي. انا خديت لها مانوفي، انا خديت شوف مع البنكه على مانوفي هو خديته الجديد اللي عندي. لا ما عندكش داك الشيء ديال الديتاي وداك الشيء، انا كنت نخلصها لا في ليترا، كنت نخلص 3236.88. اييه شحال كنت بريسك 100,000 درهم. 100,000 شحال بقيتي كتخلص؟ هنايا شاك فوا ما نقدرش نقول لك شحال كنت نخلص لحقاش هادشي. هنايا دابا هنايا الاخير، دابا هو خديت لها مانوفي من عند البنكه هو عندي. خديت لما سميت هذا اللي داخله اللي زور الاوراق، ما بقاش سميت انا زوير وسيدي لي تو بريزون. المعاناه ديالي هي دابا، انا المعاناه ديالي دابا اللي تنعيش، وهو تنعيش اكفس حياه في حياتي اللي دوزتها هذه مده سنين. انا اكفس حياه اللي دوزتها، انا عايش فيها الظروف اللي عايش فيهم دابا ظروف جد 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 صعبه، بحيث انا كاريبيت عندي لابارتمون ديالي في المعارف فيها 100 متر مستغلها واحد من عصابه مافيا العقار، وعنده بصمات في هذا هنايا، بصمات هذا البصمات في مافيا العقار، وهو تيعمل هو كان في محكمه الاستئناف. دابا حاليا انت لابارتمون ديالك ما كتستغلهاش؟ دابا خواو لي لابارتمون، ماشي ما خواوهاش، دابا خواو لي لابارتمون اللي فيه. علاش ما سكنتيش فيها؟ ها؟ علاش مازال ما جيتيش سكنتي فيها؟ ما سكنتش هنا، ما عنديش ساروتها، انا تنتسنى الاذن باش المحكمه تعطيني الاذن، عطوني الاذن ندخل ليها. هذا هنايا داك الشيء علاش مقدم شكايه ديالي لحوالي الحفظ، ثلاثه المرات ولت نخرجها من الحفظ عاوتاني تيقول لك هنايا سميتو ما عندكش اثباتات، ما عندكش اثباتات، ما كاينش الطرف الثاني في النزاع هنايا. النداء ديالي هنا تنطلب من المسؤولين، تنطلب من المسؤولين، تنطلب من هنايا باش ما نقولش هنايا، راه استقبلني النائب ديال النائب تاع وكيل العام الاول والثاني هنا بدون اسئله. هنا تيقول لك بين ابارتمون، لا تيقول لك لابارتمون سميتو. هنا كل واحد واش نتي يقول واحد هذا هنايا كاع قال لي ما بقاش تجي للمحكمه، ما انا ما عرفتش انا علاش قال لي هذه الهضره هذه. هذا هنايا ما عرفتش انا علاش. هنا انا كاري بيت انا عندي لابارتمون ديالي فيها 100 متر وكاري بيت، و100 متر داخلها واحد باوراق مزوره. شكون؟ ها؟ لا ماشي غادي تزور، لا صعوبه شهر شهر تنخلص، الا ما خلصتش تخرج. لا دابا انا عايش ظروف، انا عندي بيت، انا عندي لابارتمون ديالي خصني ندخل ليها، ماشي غدا. واش عندك لابارتمون كاري بيت؟ راه لا يعقل هذه، راه ما عنديش، ما تكونش حتى هذا. انت الموجه النداء ديالي للوكيل العام، الوكيل العام درت مقابله السيد وكيل العام، درت هذه المقابله هذه راه درتها في 26 شهر جوج.
هنا دابا هنايا وما كاين لا تليفون لا والو في الاخر ما عيطوا لي ما حتى حاجه مشيت لعندهم باش نتكلم باش يستقبلني هذا هنا هو شخصيا باش نوريه يشوف المشكل ديالي هو ما عارفش المشكل ديالي من ار زد انا نوريه باختصار نقول له هذا الوثائق نحط ليه الوثائق هذا بانه انا مظلوم انا صاحب الشقه هنايا سميتو هنا النواب ديالو هنا ما تيخلونيش ندخل عنده تيبداو دابا حاليا تسجل النداء ديالك هو القضاء انه القضاء ديال هنايا والنيابه العامه حتى هي راه هذا هنايا تنتمنى من عند السي الحسن السي الحسن الذكي يدخل يشوف لي الشكايه ديالي يدخل شخصيا يشوف الشكايه ديالي واش هادشي تنقول واش بصح او ماشي بصح الشكايه ديالي نقدر نقول الرقم ديالي لا الرقم ديال الشكايه ديالي الشكايه ديال رقم الشكايه ديالي اللي لاحوا الحفظ ثلاثة المرات هما تيلوحوا الحفظ الشكايه ديالي تتحمل رقم 161 الرمز 3109 على 2020 شكرا بارك الله فيك انا تلفيك كيف ما كتشاهدوا معنا هذا السيد هذا شرى واحد لابارتمون للاسف حتى مشى الفلوس ديالو لابارتمون مشات دابا تخيلوا معايا ان هذا الشيء عنده ابارتمون ديالو وكاريبيت يعني كنتمنوا التدخل ديال الناس المسؤولين هذا السيد عاود وجه نداء مره اخرى للسلطات وجه نداء لاي واحد مسؤول اللي قادر انه يشد بيديه ويعطيه الحق ديالو وهنا مشاهدي متبعي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا البث نتلاقاكم في بث اخر موضوع اخر السلام عليكم ونهاركم